وللحديث أكثر عن معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق أسرني أن ينضم معي عبر سكايب الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة. حياك الله معنا، شكرا لوجودك معنا اليوم. كيف لمست إقبال المستثمرين السعوديين للاستثمار في العراق، خاصة الفرص الضخمة اللي يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين القناة الإخبارية. لا شك، أولا أحب أوضح نقطة مهمة، إن هذه العلاقات التي بدأت في مرحلة التنفيذ هي لها علاقات لها أبعاد سياسية واقتصادية، ليس فقط بين السعودية والعراق بل على أمن واستقرار هذه المنطقة. عندما يكون التبادل التجاري في تزايد بين السعودية وبين دولة العراق، هذا معنى أن هناك تقلص، سوف يتقلص التبادل التجاري بين إيران وبين العراق اللي تجاوز 11 مليار دولار. فبهذا نستطيع أن نعزز التبادل التجاري بين المملكة وبين العراق لصالح الشعبين وصالح الاقتصادين، وهذا سوف يتم من خلال زيادة الاستثمارات. الحكومة العراقية وافقت العام الماضي على أن تحمي وتسهل تدفق الاستثمارات السعودية إلى العراق. هناك فرص بالتأكيد، العراق الآن يعود إلى الأمن والاستقرار ويعزز نمو اقتصاده، وهذه الاستثمارات سوف تجد موطأ كبير لها في الاقتصاد العراقي. طبعا كلما قلت هذه أو معدل المخاطرة داخل الاقتصاد العراقي، كلما زاد التدفق الاستثمار إلى هذه الدولة. نعم، إذا سمحت لي دكتور، اليوم يعني سيتم الحديث عن إعادة تهيئة منفذ جديدة عراق أو العرعر خلال الأسبوع القادم، هذا كيف ممكن ينعكس الفرص اليوم اللي يوفرها هذا المنفذ كمنفذ بري بالنسبة للعراق؟ هذا أمر ضروري، لأن المنفذ البري وأيضا المنفذ البحري كيف يتم تبادل التجاري بطريقة سلسة بدون وجود هذه المنافذ؟ هذا المنفذ، منفذ عرعر، سوف يكون له دور كبير في تنمية الواردات والصادرات بين البلدين، وهذا معنى تدفق أكثر للسلع من السعودية إلى العراق وأيضا من العراق إلى السعودية، وبهذه الطريقة سوف ينمو معدل التبادل التجاري. وفي السنوات القادمة إن شاء الله سوف نرى أن هذا النمو في التبادل التجاري يتضاعف وبشكل سريع، وهناك عدة اتفاقيات إذا ما تم تنفيذها في أقرب وقت فسوف نرى أن هناك علاقة تبادلية بين السعودية والعراق كبيرة جدا، وسوف يكون هناك نمو تراكمي في السنوات القادمة، وهذا يخدم نمو إجمالي الناتج المحلي في العراق وكذلك في السعودية. نعم. وتحسين الاستثمارات بين البلدين. اليوم كيف لمست وقرأت تواجد الشركات الكبرى في المملكة لتواجد في العراق من ناحية نقل التقنية والتقدم التقني في هذه الشركات، التقدم الاستثماري، وأنه إضاف ميزة جيدة بالنسبة لهذه القطاعات المختلفة لتنوي هذه الشركات الاستثمار فيها داخل العراق خلال الفترة القادمة؟ لو لم نرى عوامل جذب في العراق لما رأيت هذا التطلع الكبير والرغبة في الاستثمار في العراق. فهناك فرص عندما يكون الاقتصاد يبدأ في إعادة تكوينه. الاقتصاد العراقي تعرض لحروب ولمشاكل طويلة، الآن يبدأ إعادة إصلاح البنية التحتية، إصلاح الاقتصادي. السعودية والمستثمرين السعوديين لديهم قدرات سواء على مستوى القطاع الغذائي أو القطاع الصناعات الأخرى التحويلية، والسعودية تملك يعني خبرات طويلة، وبهذا نرى أنها الرغبة شديدة للاستثمار في داخل العراق لأن هناك فرص متاحة وبعوائد إن شاء الله تكون أكبر وبمخاطرة أقل في المستقبل. وهذه العراق كلما توثقت كلما كان هناك فرص أكبر
للاستثمار داخل العراق. نعم دكتور فهد، بختم معك اليوم، كيف ممكن نحرص رجال الأعمال من البلدين على البحث عن هذه الفرص الضخمة في ظل هذه العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، على استغلال هذه الفرص والتواجد لكل القطاعات اللي تتيح يعني فرص أكبر للاستثمار فيها؟ من خلال المجلس التنسيقي ومن خلال قراءة البيانات سوف يجدون فرص ثمينة داخل العراق لا يمكن تفويتها، لذا عليهم الاطلاع على البيانات وتحليلها وما هي الاستثمارات ذات الجودة العالية والآمنة في الاستثمارات. وأنا متأكد هناك فرص كثيرة والبيانات متاحة من خلال المجلس، ومن هذه البيانات سوف يكون القرار سليم وحكيم من أجل مستقبل أفضل سواء للمستثمر أو للاقتصاد العراقي. الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.